قم للمعلم وفه التبجيلة، كاد المعلم أن يكون رسولا. نشأ العالم على تبجيل المعلم كمرب للأجيال، فكنا عندما نراه مصادفة نركض لنختبئ خلف أمهاتنا توقيرا له واحتراما. كثيرا ما تردد على مسامعنا من أفواه الجدات والأمهات: إن لم تقم بالواجب أو أخطأت فسوف أخبر المعلم، وسرعان ما نقوم بحل الواجب أو الاعتذار مباشرة. ترعرعنا على أن المدرسة بيتنا الثاني، والمعلم مبجل كالوالدين، وتكتظ ملامحنا بالفرح حينما يثني علينا معلمنا وكأننا ملكنا الدنيا. فوراء كل طبيب ومهندس ومعلم وحتى صاحب المهن الحرة معلمون تناوبوا على تعليمه. منذ عام 1994 يحتفل العالم في الخامس من تشرين الأول باليوم العالمي للمعلم، لكن في ظل الظروف الراهنة وما يمر بسوريا من تهجير ودمار وتدمير لعدد كبير من المدارس، يواجه المعلم المحتفى به والطالب على حد سواء ظروفاً استثنائية تجعل التعليم في أسوأ ظروفه. مين يجيب لك كلمة بها حرف الألف؟ المعلم الذي لم ينس واجبه بين أشجار الزيتون وفي أسوأ الظروف بين خيم أهلنا المهجرين، صمدوا وتابعوا واجبهم المهني لحماية جيل قد تقتله الأمية وسط تقصير وإهمال من العالم.